السلام عليكم. اندلاع حر كبير داخل الجامعة التكنولوجية في بغداد، وإليكم التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحاول 10 فرق إطفاء السيطرة على حريق كبير اندلع داخل الجامعة التكنولوجية في العاصمة العراقية بغداد، وجاء ذلك وفق ما أفادت به مديرية الدفاع المدني العراقي. وقالت المديرية في بيان أن أكثر من 10 فرق أطفاء توجهت إلى موقع الحريق داخل الجامعة التكنولوجية للسيطرة على النيران دون مزيد من التفاصيل، وسنوافيكم بالتفاصيل أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.